انت شو عم تحاولي تعملي رفيف؟ كل القصة اجاني عرض شغل وعم بشتغل عمران. فهمتي علي كتير منيح شو عم بقصد. من الأحسن اني ارجع على البيت هلا. على البيت؟ لعند سوزان ما؟ عبيت سوزان صح، بيتي حاليا هنيك، وعن قريب رح اصير ببيت لحالي. هالشي ما رح يصير ابدا، انت عندك بيت. عمران لو سمحت ما بدي نحكي بهالموضوع مرة تانية. ليش هالعناد كله؟ لأنه أنت ما صدقتني. يعني شلون بتجيب الست اللي حاولت تقتلني على بيتك؟ لا وهالشي ما كفاك رحت جبتها على الشغل كمان. رفيف روقي. عمران أنت كتير ضايقتني، ما بتتصور قديش موقفك كسر لي قلبي وجرحني. معقول ما بتصدقني؟ معقول ما بتصدق مرتك؟ تذكر منيح، ممكن تتقلي أنا الشخص الوحيد اللي بتوثق فيه؟ رفيف ليكي كل مرة منتخانق وما بينحل الموضوع، أنا مليت من هالشي. عندك حق عمران، نحن ما عم نقدر نحل الموضوع وما رح نوصل للنتيجة. رفيف خلص استني بقى شوي حبيبتي، روقي حياتي، روقي كرمالي، هدي أعصابك. ليكي نحن متوترين كتير، خلينا هلأ نمشي من هون، خلينا نرجع على بيتنا نحكي برواق، وأنا متأكد أنه الموضوع رح ينحل. قليلي بسرعة شو رأيك؟ الموضوع رح ينحل؟ وبرواق؟ ماشي هلأ منشوف. يلا نطلع. رح خبر جود بيك انه بدي روح. خلص انا بقله. الزلمة مديري، يعني انا لازم خبره، هذا المفروض. وانا بكون زوجك. قدرت حاكيكي بالاجتماع، ألف مبروك. يلا منمشي عمران. جود أنا رح أخذ مرتي وأطلع هلا. عن جد؟ طيب اليوم عنا شغل كتير بس لازم أطلع. مو مشكلة، بتعرفي رفيف في كم شغلة لازم أنا اللي أشتغلهم. روحي مع السلامة. ماشي يلا بكرة منشوفك. باي أستاذ. الله معكم. عمران عم بسمعك. عمران شو عم تساوي؟ بحبك يا رفيف. مو مزبوط، لو بتحبني ما بتعمل هيك. متأكدة؟ ايه متأكدة.